السلام عليكم ورحمة الله. Lecture 2 الكيمستري The General Concepts of Metabolism. تمام، قبل نبدأ نعرف ان عندنا اشياء اساسية لازم تدخل اللكتشر هذا وهي معك، تعرف ان في شيء اسمه انابوليزم عملية بناء، وكاتابوليزم عملية تكسير. تمام، هنا راح تعرف كيف يصنع الـ ATP اللي هو مصدر الطاقة في جسم الانسان داخل الخلية. راح نعرف من ايش يتكون وين يتكون وش الناتج النهائي. تمام، فعندنا الانابوليزم والكاتابوليزم. تمام، وعندنا الالكترون ترانسبورت تشين، هذه لازم نعرفها، وعندنا الكريب سايكل او سيتريك اسيد سايكل. تمام، هذه الاشياء لازم نعرفها. اول شيء نجي للميتابوليك باثويز. تمام، عندنا انابوليزم وكاتابوليزم، نعرف اول شيء ايش الميتابوليزم بشكل عام. يقول لك ان اني ميتابوليزم باث واي از فورمد اوف سيكونس اوف انزيمك رياكشن، يعني اي ميتابوليك باث واي مكون من انزيمات رياكشنات من انزيمات. تمام، على ماده معينه، الماده هذه تعطيني ناتج. تمام، وير ذا برودكتس. تمام، دقيقة بس عشان نفهم، في أشياء مسميات هنا لازم تعرفها قبل لا تدخل. في شيء اسمه سبستريت اللي هي المادة اللي راح نبدأ فيها الرياكشن. مثلا واحد يسوي أكواب فخار لازم يكون مع المادة الأساسية طين. تمام، فعندنا السبستريت. السبستريت هي مثلا الـ A اللي تدخل متبولي أيا كان تكسير ولا شو اسمه، تدخل عندنا السبستريت يصير لها sequence of enzymic reaction تعطينا برودكت. البرودكت هذا يمكن يكون البرودكت النهائي ويمكن ما يكون البرودكت النهائي. اذا كان البرودكت النهائي فهو يسمى برودكت، اذا كان مو البرودكت النهائي مثل عندنا بي وسي يسمى سبستريت. فيقول لك هنا where the product of the enzymatic reaction become يصبح السبستريت for the next reaction، للرياكشن التالي. تمام، برضو هذا لما نسوي عليها الرياكشن انزيماتيك رياكشن يعطينا اما برودكت او يعطينا سبستريت. السبستريت هذا هو اللي اعطانا البرودكت النهائي. تمام، ويسمى اللي في الميدل هذول الاثنين the successive products of the reaction known as metabolites or metabolites intermediates. for example اعطانا الاكزامبل هذا. تمام، عرفنا السبستريت وعرفنا البرودكت وعرفنا البرودكت اللي يكون سبستريت للنكست رياكشن. عندنا انابوليزم وكاتابوليزم. انابوليزم عملية البناء، انكلود بايو سينثيسيس باثويز which synthesis of macro molecules، هنا macro molecules glycogen protein lipid. تمام، فيقول لك انه تشمل كل عمليات البناء مثل صناعة تصنيع الماكرو مولكيولز مثل الجلايكوجين والبروتين واللبن. تمام، انابوليك رياكشن ار انديجينيك. تمام، اللي هي معناتها يستعمل طاقة and require energy which supplied mainly by ايش ادينوزين ترايفوسفيت اللي هي ATP، اللي احنا نعرف عنها ATP ونعرف عنها ATP فقط. تمام، فعرفنا انه يصنع وينتج ويحتاج طاقه وتسبلايز، واللي هي الاساس اللي راح يدعم فيها اللي هي ATP. والكاتابوليزم it's include all degradation processes whereby complex macromolecules are broken into simpler، زي ما قلنا يكسر المولكيولز الاشياء ابسط. تمام، والعمليتين معتمدات على بعض with production of the energy يعطيني ناتج في النهاية. تمام، هنا كلام على ما أعتقد ما له داعي. تمام، نجي للكاتابوليزم is classified into three main stages. تمام، مثلا عندنا كربوهيدرات زي ما قلنا polysaccharides disaccharides oligosaccharides، نكسرها التصنيف شو اسمه break down to their simplest form، نكسرها لشكلها الأبسط. مثلا عندنا كربوهيدرات أبسط شكل لها اللي هو بولي سكرات، بعدين ندخلها في تصير أسيتال كوي، تدخل داخل السايكل اللي هي third stage.
اللي هو يمر في الكريب سايكل والاي تي سي سايكل، وبعدين عادي يعطينا اي تي بي، تمام؟ وبعدين يعطينا هذه الاشياء اللي هي يعطينا كربون ديوكسيد وال اتش 2 او وفري انرجي اي تي بي. فهو المقصد منها انه يكسرهم ويشكلهم الابسط. مثلا عندنا بروتين يعطينا امينو اسيد، هذا يعطينا امينو اسيد، بعدين استا كولين كوي، بعدين يدخل في السايكلز ذولا، تمام؟ هذا الكلام اللي انا قلته لكم الحين، هذا هو نفس الكلام هذا، انه بريك داون انتو ذير سمبلست يونت اللي از مونو ساكرايدز، تمام؟ وستيج 2 ان ذيس ستيج برودكشن اوف ستيج 1 كاتابولايزد تو فورم ايش استار كولين، مو زي ما قلنا هنا ان هذا البرودكت نكسرها لشكل ابسط. هذا هو كل شرح هنا، يعني هذا شرح، تمام؟ اذا انت فهمت ما يحتاج تقرا، اذا ما فهمت اقرا الكلام هذا، لكن ما يحتاج، تمام؟ برودكشن كاتالايز، تمام. في حاجه هنا نعرف ان الستيج 1 during this stage little or no free energy is produced، يعني يمكن بستيج 1 يمكن ينتج لي طاقه بسيطه او ما ينتج لي نهائي، بستيج 2 يمكن ينتج لي شويه free energy is stored as ATP، تخزن على شكل ATP، تمام؟ وقلنا زي ما قلنا بالثالثة الأستار كولين هذا بروديوس من الستيج 2 النتيج من يصير له أكسيدايز تو كربون أكسيدا دايوكسيد أند ووتر، زي ما قلت يعطيني مية. وهذا during this stage most of the energy released is tripped as ATP، تعطينا تطلعنا على شكل ATP، تمام؟ إلى الآن كله شرح، بس شرح عشان تفهم، ما في على ما أعتقد ما في شيء هنا يعني إلا هنا بس أشياء تعرفون الناس، حتى كله إلى الآن شرح، تمام؟ عشان كذا شو اسمه، ويقولنا إن الأستال كولين هذا أوكسيدايزد باي يدخل في يصير له أوكسيدايز وين؟ في السيتريك أسيد سايكل ذات بروديوس بروديوس ريديوست كو إنزيم اللي هي تعطينا ناد اتش وفات اتش، هذول يكونون اول يكون اسمه ناد لحاله، بعدين نضيف له هيدروجينه ويصير مصدر طاقه، او عندنا فات اتش يكون فات بعدين نضيف له هيدروجينتين ويصير مصدر طاقه اند كربون ديوكسيد بروديوست كو انزيم ار اوكسيدايز ثرو ذا ريسبيراتوري تشين او الكترون ترانسبورت تشين، بعدين المنتجات هذه تدخل على ايش؟ تدخل على ETC اللي هي الكترون ترانسبورت تشين، لما تدخل عليها تتحول الى ATPs. هذه فورم تعطينا مثلا الناد عندنا واحدة منها تعطينا ثلاثة ATP، تمام؟ والفات تعطينا واحد اثنين ATP، تمام؟ فبعد ما يعطينا هذا، هذه تدخل هنا تخلي تحول اياها الATP اللي احنا نستخدمها بشكل مباشر، تمام؟ انت ما تقدر تاكل طحين على طول، لا، لازم يتحول الى عجينه، ومن عجينه يتحول الى خبز، بعدين عاد تقدر تاكله. هذا اللي يصير، الستريك اسيد سايكل تعطيني اياه على انه ناد اتش وفات اتش يدخل في المرحله اللي بعدها اللي هي اي تي سي، يحولنا اياه لايش؟ ان بريزنت اوف اكسجين تو فورم ووتر، ويعطينا اي تي بيز معاها. During this process energy is released, part of the energy is captured and part of the energy is captured as high energy فوسفير بوند اللي هي اي تي بي قصدهم. انا جالس اقرا كلام عشان ما تحس انك كذا اني جالس اشرح بالهواء. In a process termed deoxidative phosphorylation اللي هي تصنيع اللي هي formation of ATP and released and the rest released as heat، يطلع على شكل حرارة to maintain body temperature، تمام؟ فالحرارة اللي تطلع لنا هذا في عملية الإنتاج يطلع من جسمنا حرارة، هذه الحرارة نتيجة لهذه اللي هي oxidative phosphorylation، تمام؟ هذه هي عندنا active acetate يدخل في الكريب سايكل produced coenzyme زائد ايش؟ two molecules of carbon dioxide، اثنين carbon dioxide، بعدين يصير له oxidized، مو لازم تعرف اللي بالصورة هذه بس عشان تعرف، يصير له oxidized المنتجات هذه اللي هنا، تمام؟ oxidized coenzyme يطلع لنا اول شيء طاقه، يطلع لنا طاقه، تمام؟ لان زي ما قلت لكم الاي تي سي يطلع لنا طاقه على طول اللي هي فورم اي تي بي. زي ما قلنا الكلام اللي انا شرحته من قبل ترى بيجينا هنا كله هنا، تمام؟ فزي ما قلنا اللي هي ريسبيراتوري تشين اي تي سي اتش سي فورم سيريس اوف الكترون كاريرز، كيف تشتغل هذه؟
الحين أقول لك، فيها إلكترونات، تمام؟ تمام؟ هذه هنا، تمام؟ فيها إلكترونات، reduced carrier، يشيل الكارير ويدخل إياه بالش اسمه في التشين، يطلع الكارير يكمل يرجع داخل الإلكترون ترانسبورت تشين، تمام؟ يطلع مية ويحول للنات اتش، هذا يربط هذه مليانة في الأكسجينات، تمام؟ عشان كذا اسمها أكسيديتيف، فيربط للهيدروجينات دولي مع خلية أكسجين ويطلع ليها برا، تمام؟ وينتج ويحول الـ ADP الـ ATP، تمام؟ والكلام كله هذا مكتوب هنا، تمام؟ زي ما قلنا ATC is formed of serious electron carrier which catalyze كلام ترى بس هذا the transport of electron transport chain to reduced coenzyme. فعندنا الكترون هذه عبارة عن تكون الكترون كاريرز، الكترونات اللي تنقل او تعمل في هذه المكان، تمام؟ وهذولي الكاتالايز the transport of the electrons form reduced coenzyme to oxygen to form water. فزي ما قلت لكم تاخذها وتنقلها الهيدروجينات عشان تسوي لي water molecule، تمام؟ part of the energy released during this redox reaction، بعض الطاقة تستهلك في هذا الرياكشن عشان احنا تشتغل هذه العملية، زي ما قلت لكم لازم تحتاج طاقة زي ما قلت لكم في اول الشرح. during this redox reaction is utilized، استعملت used utilized كل نفس الشيء for synthesis of highly energy phosphor bond اللي هي conversion the ATP زي ما قلت لكم تحول ال ADP ال ATP، تمام؟ تضيف فسفورة ثالثة. component of ATC component of the ATC located وين تكون موجودة هذه؟ جت بالاختبار in the inner mitochondrial membrane، في الممبرين حق الميتوكوندريا الداخلي، تمام؟ It's formed of four complex coenzyme Q and coenzyme C، تمام؟ مكونة من أربع إنزيمات، تمام؟ الدكتورة قالت ما راح أسأل عن الوظيفة، راح أسألكم بس عن هذه الأربع أشياء، تمام؟ فعندنا complex 1 اللي هي NAD dehydrogenase complex، NAD H dehydrogenase complex، أو complex 2 succinate dehydrogenase complex، وعندنا الكومبلكس الثالث اللي هي cytochrome PC1 complex، او عندنا اللي هو الرابع cytochrome oxidase، تمام؟ هذه بس نعرفها على انها اربع اشياء، هذه ما تكلمت عنها الدكتورة. وهذا اللي هي المقصود فيها الكومبلكس الاول انه يدخل هنا، ما مو مطالبين فيها يعطيني يحول السكسينيت، يحول النات اتش، واتش يحول لي النات، تمام؟ يطلع لي اي تي بي في النهايه، تمام؟ الاي تي بي برودكشن باي الاي تي سي، في الاي تي سي قلنا يدخل عليها نات وفات اتش 2، تمام؟ فالاكسديشن اوف نات اللي هي لما يدخل في البروسس هذا ويصير له اكسديشن يعطيني ثلاثه اي تي بي، كل حبه منهم وكل واحده من النات يعطيني ثلاثه اي تي بي، وكل واحده من الفات يعطيني اثنين اي تي بي، تمام؟ control of oxidation in ATC during work وهي تشتغل ATP utilize is increase، يعني وانت شغال، تمام؟ وجسمك شغال مثلا تركض تجري تلعب اي حاجة، تمام؟ increase ال ATP يزيد ويزيد انتاج ال EDP عشان نحوله ال ATP، تمام؟ the later production activate of the ATC، تمام؟ اللي هو الناتج النهائي يعطينا في هذا يعطينا اي تي بي، وبعدين الاي دي بي ينتج في التشين الكترون ترانسبورت تشين ويدخل عليها ونحوله في لما يدخل عليها الناد والفاد، وضيعت وانت تلعب تمشي تسوي اي حاجه تمارين، تمام؟ انت تستعمل اي تي بي، تمام؟ فتصنيع الاي تي بي هذا يزيد، والاي دي بي برضه يزيد داخل الاي تي سي داخل في الميتوكوندريا يزيد عشان بعدين يجي ونحوله، لان انت تحتاج طاقه فيجي تصنيع وتحويل بشكل سريع،
تمام، بس هذا اللي تعرفه. فنعرف ان في الورك نعرف ان الاي تي بي يزيد والاي دي بي برضه يزيد، تمام. وانت مرتاح نايم مثلا او شيء، الاي تي بي ليفل انكريز لانك انت ما تستعمله فهو زايد في جسمك، والاي تي بي ما يزيد ينقص لان خلاص هم ما يحتاجون ينتجون طاقه، لكن الاي تي بي عندك زايد والاي دي بي مو محتاجين يحولون فهو ثابت، تمام. ويكون decrease and the rate of oxidation، اكيد ان مثلا المصنع يكون خلاص واقف اللي هو في الميتوكوندريا يكون واقف ما يصنع، تمام. فالoxidation of the ATC is decreased، تمام. نجي للكريب سايكل، سيتريك اسيد سايكل، تريكربوكسيليك اسيد سايكل، كلها نفس الاسم، تمام. It's series of biochemical reaction that responsible for complex oxidation of the acetyl reside of the acetylcholine. هذه مسؤولة عن البقايا الأسيتالكولين، تمام. during هذا اللي هنا يقول لك انه complete يكمل الاكسيديشن اوف ذا اسيتايل ريزد اوف ذا اسيتايل كو اي. during oxidation in the cycle ينتج لي اثنين مولكيول، تو مولكيولز اوف كربون ديوكسيد ار ريليزد، تستخرج، اند هيدروجين از ترانسفورد تو ذا نات اند فات، تمام. فيعطينا فات اتش ونات اتش، then to respiratory، يشرح هذا كأنه ملخص، تمام. to the electron transport chain for ATP synthesis. فزي ما قلنا يجي الـ تشتغل الخلية، يشتغل الكريب سايكل، يطلع لي خليتين، انت لازم تعرف هذه الأرقام، خليتين ومكتوبة تحت هنا، تمام. خليتين كربون ديوكسيد، وبعدين لما ينتج هذا لأن في مية ياخذ الهيدروجينات اللي في المية وينتج لي ثاني أكسيد الكربون، يحط لي هيدروجينه هنا وهيدروجينتين هنا، بعدين يدخل على الالكترون ترانسبورت شين ويحول لي اياه اللي هي نفس هذه اللي انا قلتها هنا، اللي هذه اللي هنا، تمام. واخر شيء يقول لك ذا انزايم اوف ذا سايكل ار بريزنت ميلي ان ذا ميتوكوندريا، تمام. والانزيمات حقت السايكل هذه زي ما قلنا احنا الميتوكوندريا باور هاوس اوف ذا سيل، هي اللي تنتج الطاقة، هي بيت الطاقة الخلية، تمام. فالأكسيديشن اوف ذا اسيتال كو اي باي ذا سايكل، وش يعطيني؟ يعطيني 2 مولكيول اوف كربون ديوكسيد، ثاني اكسيد الكربون، هذا الكل دوره وحده وش تنتج لي، فهو يدور اكثر من دوره، تمام. يعطيني 3 مولكيولز اوف نايت اتش، 1 مولكيولز اوف فات اتش 2، اند 1 مولكيول اوف اي تي بي. هذه ميزة فيه انه يعطيني خلية واحدة بس الـ ATP على طول بشكل مباشر، اللي هو الـ Citric Acid Cycle أو Krebs Cycle، تمام. يعطيني هذه الأشياء الثلاثة Produced by the Substrate Level Oxidation Phosphorylation، تمام. هذه هي بشكل عام، تحس الصورة معقدة لكن هي أبسط مما يكون. الـ Active Acetate أو الأسيتال كولي يدخل هنا بالسايكل، تمام، يمشي هنا ويكمل هنا، انتج لي اول، مو قلنا احنا ينتج لي اثنين كربون ديوكسيد، هذه اول وحدة يعطيني اياها، لما يعطيني اياها على طول يعطيني معاها الناد، يحول الناد اتش او يزيد عليه هيدروجينه، يكمل هذا كنا ذكرناها مع دكتور عبد الرحمن اقبال، برضو يعطيني الثانية ويعطيني الناد اتش الثانية، يكمل بعدين يعطيني زي ما قلت لكم اي تي بي مرة واحدة، بعدين يكمل يعطيني الفات المرة واحدة هنا، تمام، وبعدين يكمل يعطيني الناد H، تمام. فهنا 1 2 3 ناد في اللفة الواحدة، واثنين كربون ديوكسيد ثاني أكسيد الكربون، واحدة فات. فهذه هي 2 molecules of carbon dioxide, 3 molecules of NAD, 1 molecules of fat، تمام. Important of citric acid cycle، تمام، أهمية الcitric acid cycle. It's catabolic functions, تمام. It's the final common metabolic pathway of the oxidation of the carbohydrate and fat and protein and them. فهي المرحلة الأخيرة لتكسير الكربوهيدرات وش اسمه. نعرف أن هذا final common metabolism للفات والكربوهيدرات والبروتين، تمام. The energy production عرفنا أنها تعطيني
لازم جت بالاختبار هذه انها every one molecule of acetyl CoA produce 12 molecule of ATP as follows. تعطيني الثلاثة نات H تعطيني 9 والفات تعطيني 2 وتعطيني على طول ال ADP زائد B يعطيني ATP على طول. فالتوتل عندي 12 molecules، فكل acetyl CoA يدخل في الستريك اسيد سايكل يعطيني 12 molecule of ATP. عندنا الامبو اخر شيء اللي هي امبورتنت اوف تي سي اي اللي هي ترايدوكسي اسيدك سايكل اللي هي نفسها كريب سايكل انترميديت. ذا سايكل بلايز ا فيري امبورتنت رول ان سينثيسيس اوف ميني كومباوندز اند ان ذا انتر كونفرجن بتوين كربوهيدرات وبروتين وفات. بس يقول لك انها تلعب دور مهم في صناعة مكونات كثيرة، والانتر كونفرشن تحويل الكربوهيدرات للطاقة والفات للطاقة والبروتين للطاقة. هذه هي ملخص الكامل الكلام اللي قلناه، الشرح طويل لأنه يبغى له فهم بعدين تدري إنك تذاكره بعشر دقائق. هنا عندنا زي ما قلنا أول عندنا مثلا كربوهيدرات وما كربوهيدرات نحولهن الموليكيولات ابسط، بعدين ندخلها بالجلايكولايسس تمام نكسرها، بعدين تتحول الاسيتال كولين، بعدين تتحول تدخل في الستريك اسيد سايكل، بعدين عن طريق الكترون كاريرز تدخل هنا في الاي تي سي الكترون ترانسبورت تشين، بعدين تطلع لي ميه وتطلع لي اي تي بي. شكرا.